وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. لقائنا للادي مع الدرس الحلقة رقم 9 من شرح رياض الصالحين، وما زلنا في باب الإخلاص، ولقائنا الليلة مع الحديث رقم 7 من كتاب رياض الصالحين. لكن قبل ما نبدأ الحلقة، حبيب بس أنوه ان الصفحة بتاعتي على الفيسبوك اتهكرت، اتسرقت، وانا غير مسؤول عن اي كلام يكتب على الصفحة بتاعتي في هذا الوقت لحد ما ترجع الصفحة ان شاء الله. الصفحة بتاعتي طبعا ليه اكتر من 30 صفحة موجودة على الفيسبوك، كلها مش تابعة الا صفحة واحدة اللي عليها 4 مليون. دي الصفحة الوحيدة التابعة ليا اللي عليها 4 مليون. دي الصفحة اللي اتسرقت، اتهكرت من حوالي 5 ايام، وان شاء الله ربنا ييسر كده، ان شاء الله نحاول نرجعها ان شاء الله. لكن لحد ما ترجع ان شاء الله، اي كلام مكتوب على الصفحه يعني انا غير مسؤول عنه، واسال الله عز وجل ان يحفظنا جميعا من هؤلاء الذين يسرقون صفحاتنا من على الفيسبوك، ويحفظنا واياكم من شر كل ذي شر. نبدا حديث الليله دي، حديث دسم وجميل وطويل شويه. هقرا لكم متن الحديث ثم بعد ذلك نبدا في الشرح بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. حديث رقم 7 عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، أحد العشرة المبشرين بالجنة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني أن يزورني في عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. يعني وكان رايح يحج مع النبي عليه السلام، حصل له شيء من التعب في أثناء الحج أو بعد ما خلص الحج. المهم يعني اللي حصل لسعد بن أبي وقاص إنه كان ليه بيت موجود في مكة، فمكث في هذا البيت في هذه الفترة به مرض شديد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة سعد بن أبي وقاص. فقال: قلت يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، فيش حد يورثني إلا بنت واحدة لي، وعندي فلوس كتيرة جدا. فقال له: أفأتصدق بثلثي مالي؟ أتصدق بتلتين الفلوس اللي معايا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: فالشطر؟ طب أتصدق بنصف المال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا. فقال له: قلت يا رسول الله، فالثلث؟ طب أتصدق بتلت مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير. يعني ما فيش مشكلة، اتصدق بالتلت، لكن برضه عايز أقولك التلت كتير، لكن خلاص عايز تتصدق بالتلت ما فيش مشكلة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك انتظر، انتظر يعني انتترك، انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لما تسيب الورثة بتوعك أغنياء ومعهم فلوس يعيشوا منها ويعني ويقضوا بها أغراضهم وحياتهم، أفضل من هم يتكففوا الناس، يسألوا الناس بأكفهم أعطونا لله، أفضل من هم يشحتوا. طيب، فقال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، حتى اللقمة اللي بتحطها في فم امرأتك. فقال: قلت يا رسول الله، أخلف بعض أصحابي؟ يعني هل أنا أخلف هنا في مكة بعد ما أصحابي يرجعوا إلى المدينة مرة أخرى؟ مع أن طبعا حضراتكم عارفين أن الصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة هجرة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. لذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن من هاجر من مكة إلى المدينة كره له أن يرجع إلى مكة مرة أخرى حتى لا يحبط أو تحبط هجرته ويفقد ثواب الهجرة العظيمة التي لا تتكرر أبدا. فقال له: أخلف بعض أصحابي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف، إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي الأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
ده نص الحديث كاملا، طبعا تخللوا بعض الشروحات البسيطة، لكن تعالوا نبدأ بقى في شرح الحديث بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. إيه اللي حصل؟ زي ما قلت لحضراتكم، سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، الذي كان يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا سعد خالي فليرني امرؤ خالة. طبعا هو سعد بن أبي وقاص ما كانش خال النبي، يعني هو أخو أم النبي، لا، إنما هو كان من بني زهرة، وبني زهرة كانوا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فعشان كده كان يقول هذا سعد خالي. إنما سعد بن أبي وقاص ما هوش خال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قبيلة هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فسعد بن أبي وقاص ذهب مع النبي في حجة الوداع، ودي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام، دي الحجة الوحيدة اللي هي حجة الوداع. فهناك مرض سعد بن أبي وقاص، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره أي يعوده. طبعا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخلاق النبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، كان من عادة النبي أنه إذا افتقد واحدا من أصحابه كان يسأل عليه مباشرة. حضرتكم فاكرين الحديث الذي رواه مسلم لما النبي عليه السلام كان بيصلي بالصحابة، ثم بعد من قضت الصلاة استدار النبي ونظر إلى أصحابه فلم يجد بينهم ثابت بن قيس، فقال أين ثابت بن قيس؟ هل به من وجع؟ قالوا لا يا رسول الله. فهو عارف ان جار ثابت بن قيس اللي هو سعد بن معاذ، فقال يا سعد هل به من وجع؟ قال لا يا رسول الله. قال اذهب فقل له ان رسول الله يقرئك السلام ويقول لماذا لا تأتينا. فذهب اليه سعد بن معاذ وقال له يا ثابت بن قيس لماذا لا تأتي الى المسجد، رسول الله يقرئك السلام. فقال شر يا سعد، يعني حصل حاجة كده فيها مشكلة. قال له ما هي؟ قال نزلت تلك الآية وما أراني إلا وقد حبط عملي. قال أي آية؟ قال قول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طبعا ثابت بن قيس كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان لما تيجي الوفود من بره كان الوفد ده أول ما يخش يوم أول واحد فيهم كده يقول خبة عصماء، فكان النبي أومنهم ثابت بن قيس، كان صوت قوي وكان بليغا وفصيحا ما شاء الله، فكان يقدمه النبي في الخطابة. فكان ثابت بن قيس صوته يعلى فوق صوت النبي لأنه بيخطب، وحضراتكم عارفين في الخطبة يعني الإنسان إيه يعني بيبقى صوته عالي شوية، فخاف أن يكون هو لما علّى صوته فوق صوت النبي بلا قصد أن يكون حابط عمله. فرجع سعد بن معاذ وقال للنبي يا رسول الله إنه يقول إنه من أهل النار وأنه قد حبط عمله لأنه يرفع صوته فوق صوتك إنما يخطب. فقال له ارجع فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. وفي رواية أحمد أنه جاء سعد بن معاذ بثابت بن قيس، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح النبي بيده الحنون على صدر ثابت بن قيس وقال له يا ثابت بن قيس أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة حينما كانوا يحاربون المرتدين، وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ده مثال بسيط جدا، وإلا فالنبي عليه السلام عمره ما كان يسيب حد من الصحابة إلا ما لازم يسأل عنه، أي واحد يغيب لازم يسأل. حتى في غزوة تبوك حينما تأخر أبو ذر الغفاري وحينما تأخر أبو خيثمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين أبو ذر؟ فيقول له تخلف يا رسول، قال اتركوه إن يكن فيه خيرا يلحق الله بكم. فيأتي أبو ذر من بعيد جاي بقى وشايل المخله فوق راسه كده والتراب فوق يعني مغطي جسمه كله لان الدابه بتاعته اقعدت فلم تستطع ان تقوم به، فمشي في الصحراء لوحده مع انه معذور امام الله سبحانه وتعالى. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كن ابا ذر، فقال هو ابو ذر يا رسول الله. قال رحم الله ابا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. شويتين اين ابو خيثان؟ قالوا يا رسول الله تخلف هو الآخر. فقال اتركوه إن يكن فيه خير يلحق الله بكم. فجيء بأبي خيثمة، فلما جاء أبو خيثمة قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يراه، يعني شايف بس خيال جاي من بعيد كده وعليه تراب. قال كن أبا خيثمة، فكان أبو خيثمة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فكان النبي من عادته أنه يطمئن على أي أحد، وأي حد يكون مريض لازم النبي يروح يعوده ويزوره صلى الله عليه وسلم. فدخل على سعد بن أبي وقاص، فلقى سعد بن أبي وقاص بيشتكي ما به من وجع، وليس هناك أي حرمة في أن تشتكي بك ما بك من الوجع، خد بالك، بس إيه؟ لابد ألا يكون على سبيل الشكوى من الله، يعني عادي جدا أنا مريض، فجاني واحد يزورني، سلام عليكم يا فلان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ الحمد لله، والله تعبان جدا، فقدم الحمد لله، كما قال ابن مسعود، من سبق كلامه بقوله الحمد لله فليس بشاكٍ.
مجرد ان تقول بس تصبغ الكلام كده بكلمه الحمد لله، مش مشكله. فبعض الناس بيتحرج ان هو يقول انا تعبان لحسن اكون بشتكي الخالق للخلق. لا، ما مش كده. انت قول الحمد لله ومن جواك انت لا تشتكي المولى عز وجل لخلقه، فتشكو الذي يرحم للذي لا يرحم، وانما فقط بس بتظهر له او بتحكي له الوجع اللي بيك، واخد بالك؟ لان الكلمه نفسها بتريح. لما اقول لحد انا تعبان ادعي له والله ربنا يبارك فيك، فمجرد ما تقول له وتحكي له ويتكلم معاك، الفضفضه دي والكلام اللي بيطلع من القلب ده بيخلي الانسان يرتاح، واخد بالك؟ فشكى سعد بن ابي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم انه مرض مرضا شديدا ثم اخبره بان عنده مال كثير جدا جدا وانه لا يرثه الا ابنته. والمقصود هنا انه ليس له ورثه بالفرض الا هذه البنت. فقال له فعندي فلوس كثيره، فايه رايك يا رسول الله اتصدق بتلتين فلوسي؟ فقال له لا. طب ليه النبي رفض؟ لاني خاف ان سعد بن ابي وقاص في المرض الشديد اللي هو كان فيه ان يكون ده مرض الموت، ولا يجوز للانسان في مرض الموت، المرض الشديد اللي يعني بيحس ان هو مرض الموت، واخد بال حضرتك، لا يجوز له ان هو يتصدق باكثر من الثلث، لان تعلق حق المال ده بالورثه اللي هياخدوه. فيبقى هو هنا بيتصرف في مال لا يحق له ان يتصرف فيه ما دام مرض الموت. اما لو كان مرض خفيف او مرض شديد لكن يعني يرجى منه الشفاء ان شاء الله سبحانه وتعالى. طب هتقول لي طب الواحد يعرف منين ان انا خلاص هموت؟ هو في حد بيعلم الغيب؟ لا، لكن في امراض معينه وفي حالات معينه يظن من ورائها ان ممكن يكون من وراها الموت. امتى يموت بقى؟ دي بتقدير ربنا سبحانه وتعالى، لا يعلم ذلك الا الله، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. فاذا كان الانسان مريض مرض الموت فلا يجوز له ان هو يتصدق باكثر من ثلث المال. اما لو كان مريض مرض بسيط او مرض شديد لكن لا يرجى ان يكون مرض الموت، فله الحق في انه يتصدق بالثلث او النصف او الثلثين، او يتصدق بالمال كله، بس ياخد باله من حاجه. ايه هي؟ ان لابد ان ياخد باله ان لابد ان يبقي لنفسه ولورثته مالا عشان يقدروا ان هم يكملوا حياتهم. مش معقوله واحد يجي مثلا يجي له شويه مرض بساط كده او مرض حتى شديد لكن لا يرجى ان يكون مرض الموت، ويروح يتصدق بفلوسه كلها وبعدها يروح يشحت. لا، هذا لا يجوز، وهذا يعني لا يكون في دين الله سبحانه وتعالى. انه هتقول لي انا متوكل. لا، ما هو في توكل وفي اخذ بالاسباب، والاخذ بالاسباب هو عين التوكل. الانسان بياخذ بالاسباب وهو يعلم يقينا ان الاسباب وحدها لا تنفع ولا تضر ولا تجلب نفعا ولا ضرا الا بامر مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. يبقى اذا الانسان بيتعلم ان ياخذ بالاسباب، لكن في نفس الوقت يعلم ان الاسباب لا تنفع ولا تضر الا بامر الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امره الا يتصدق باكثر من الثلث، فقال له الثلث والثلث كثير. وفي هذا دليل على ان الانسان لو نقص في الوصيه دي قبل ما يموت، لو حب ان هو يتصدق او يوصي بوصيه معينه لانه يتصدق بالمال لفلان او لفلان او لبعض اقارب الذين لا يرثون اصلا. يعني ممكن انسان يكون مثلا حاسس ان هو خلاص قرب يموت، وبعدين عنده فلوس كتيره جدا وما عندوش من الدنيا غير مثلا ولد وبنت. الولد هيحجب الورثه التانيين، طيب هم مش هيورثوا ولكنهم فقراء، وممكن يكونوا مثلا يعني اخواته او حد من اقارب اولاد عمه وفقراء جدا ومحتاجين، وهو محتاج ان هو يعني عايز ياخد ثواب فيهم. فممكن في الوقت ده يعمل وصيه بايه؟ بالثلث فقط، خد بالك. عشان كده نبقى لي الثلث والثلث ايه؟ كثير. يبقى اذا هنا لو نقصت عن الثلث قال لك يبقى افضل. الناس فاكره انه لازم الثلث، لان النبي قال له ايه؟ قال له الثلث والثلث كثير. يعني عايز يقول له النبي ايه؟ عايز يقول له لو نقصت عن الثلث كان يبقى احسن. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس غضوا يعني قللوا غضوا من الثلث الى الربع لان النبي قال الثلث والثلث كثير. ابو بكر الصديق بقى كان راي ثاني خالص. قال ابو بكر الصديق ما ارضى لنفسي الا بما رضيه الله عز وجل لنفسي وهو الخمس. جاب الحته دي منين؟ من قول المولى عز وجل واعلموا انما غنمتم، الغنائم بتاعت الحرب، واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لذلك قال الفقهاء فالافضل ان الانسان لو هيوصي للاقارب الذين لا يرثون او هيطلع صدقات في اثناء حياته مثلا قبل ان يموت، عايز يطلع مثلا يوصي بمبلغ من المال كده، واخد بالك؟ قال لك الافضل يخليه الخمس مش الربع ولا الثلث،
يخلي الخمس. ليه؟ قال لك لان اقتداء بابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وهو اقرب الناس واحب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اول الخلفاء وخلفاء الراشدين الذين امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بان نتاسى بهم وان نستنى بسنتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود بسند صحيح، كما عند احمد وابي داود بسند صحيح، قال: فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اللي هم الاربعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين. يبقى إذن إيه؟ فأبو بكر الصديق بيقول أرضى ما رضيه الله عز وجل لنفسي عن الخمس، فأوصى بالخمس رضي الله عنه وأرضاه، يعني عند موت أبو بكر أوصى بالخمس. طيب إيه بقى معنى الخمس الذي رضيه الله عز وجل لنفسي؟ دي معلومة بقى جميلة كده، عايزك بقى كده إيه تصحصح لي كده، ولو في إيدك كوباية شاي خلصها واشربها كده واقعد كده إيه يعني فضي نفسك كده، عشان هتسمع كلام ربما تكون بتسمعه لأول مرة، كلام غالي جدا جدا. عشان كده قلت لك في شرح رياض الصالحين لن تعدم أن تجد فائدة في كل حلقة، مش ممكن، مش هتعد حلقة إن شاء الله إلا لما لازم هتلاقي فيه فائدة في كل حلقة. بص يا سيدي، تعال نشوف ما هو المقصود بالخمس الذي رضياه الله عز وجل لنفسه. تعال نشوف الآية بتقول إيه. قال جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خد بالك، يبقى هنا يبقى الخمس لله وللرسول، ماشي كده، فان لله خمسه وايه وللرسول. طيب يبقى الخمس لله وللرسول، والاربع تخمس يروحوا فين؟ قال لك المجاهدين، المجاهدين الذين بذلوا انفسهم ودماءهم واموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبعدين القتال زمان غير القتال دلوقتي، يعني دلوقتي ممكن واحد يبقى قاعد فوق سطح مثلا او فوق جبل او مستخبي ورا جدار ومعاه المدفع وبيضرب من بعيد، ممكن واحد يكون راكب طياره وبيضرب الصواريخ وراكب الطياره، ممكن واحد يبقى معاه مدفع بعيد المدى ويضرب او بتاع صواريخ، قاذفه صواريخ بعيده المدى يضرب على بعد مثلا 3 4 كيلو، فالمواجهه مش مباشره في اغلب الاحوال. المواجهه ممكن تكون مباشره بقى لما يكون في لقاء مثلا في مكان معين ومدب رشاشات ودب رشاشات الى غير ذلك، انما اغلبها ما بتكونش مباشره، بتكون من بعيد لبعيد، صواريخ طيارات دبابات الى غير ذلك. انما زمان بقى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بقى سيوف وسهام ورماح، وكان وجها لوجه، والخيول تختلط ببعضها، والمجاهدين يختلطوا مع الكفار، وضرب وقتل وطعن. كان مسألة جماعة يعني فعلا، يعني لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وأخبرهم أن 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 الشهداء لا يفتنون في قبورهم، فقالوا: لماذا يا رسول الله، لماذا لا يفتنون ولا يمتحنون؟ قال: كفى ببارقة السيوف فتنة على رؤوسهم. هو أنت متخيل كده أن صوت السيوف وعمالة تتكسر فوق دماغهم، وضرب السيوف والرماح والسهام، هي دي الوحدة ده دي يعني ده الواحد لما يسمع صوت سكينة واحد ماسكها في شارع ممكن تلاقي نفسك بتجري في الشارع الثاني. فتخيل بقى لما يكون سيوف وجها لوجه، ومش واحد قدام واحد، ده بيبقى مثلا كان مثلا في سرية مؤتة على سبيل المثال كان عدد المسلمين يا جماعة الخير كانوا 3000، وكان عدد الكفار أرجوكم امسكوا أعصابكم كده كانوا 200000، 200000. ورغم ذلك سيدنا خالد بن الوليد عمل خطة حاجة ما حصلتش حاجة لحد النهاردة بتدرس في دول أوروبا. الخطة اللي عملها سيدنا خالد بن الوليد في سرية مؤتة كان خطة عجيبة جدا، خطة في أحكي لكم إن شاء الله مني نتكلم في السيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ايه بقى المقصود بالخمس الذي رضياه الله عز وجل لنفسه؟ قال جل وعلا: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى الخمس لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والاربع تخماس يا جماعه الخير للمجاهدين. هيتقسموا ازاي؟ للراجل سهم وللفارس سهمين. ازاي؟ ايه الراجل دوت؟ الراجل الذي يقاتل على رجليه، يعني واحد ماسك سيف ودرع كده وماشي على رجليه عمال بيقاتل، ده ليه سهم واحد. طب والفارس؟ قال لك ليه سهمين. طب ليه سهمين؟ قال لك سهم ليه وسهم للفرس بتاعه، ما هو ممكن الفرس بتاعه ده يقتل. الله، هو مش الفرس ده داخل في وشه سيوف والرماح وهو مش ممكن يجي سهم كده ولا رمح في رقبته يتقتل الفرس يبقى خسر راس ماله، واخد بالك؟ فعشان كده بيعوضه النبي عليه، وربنا قبل ذلك هو الذي يعوضه، فبيعوضوا ان ليك سهم وللفرس بتاعك سهم.
هكذا يقسم. طيب يبقى إذن سهم الله ورسوله ماذا يصنع به بقى؟ خد بالك بقى من المعلومة الحلوة دي، يصرف في مصالح المسلمين. يا سلام. طبعا، لأن ربنا سبحانه وتعالى غني عن هذا السهم. ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا غني عن هذا السهم. لكن هل هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي؟ لا يتعارض. ليه؟ لأن من حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ من السهم دوت ما يكفيه هو وأهل بيته، تمام كده؟ والباقي كله كان يصرفه وينفقه النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين وفي تفريج كروبات المسلمين. يبقى في عندنا خمس وفي أربع تخماس. خلصنا من أربع تخماس، قلنا دول بتوع مجاهدين، للراجل اللي بيقاتل على رجله ده سهم، واللي ما يركب على فرس أو على جمل ده ليه سهمين. طيب السهم بقى بتاع الله ورسوله ده بيقسم ازاي؟ قال لك بيتقسم خمس تخماس. يبقى الخمس بتاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيتقسم ايه؟ على خمس تخماس. الخمس الاولاني سهم لله ورسوله ينفق في مصالح المسلمين، ويجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ منه ما يكفيه هو واهل بيته. كان بياخذ حاجه بسيطه جدا صلى الله عليه وسلم، وكان كل ما ياتيه كان ينفقه، حتى انه قال لو ان لي مثل احد ذهبا، يعني لو عندي قد جبل احد ذهبا لفعلت به هكذا وهكذا وهكذا، لا يبقي شيئا الا شيئا، لا ابقي شيئا الا شيئا ارصده لدين، يعني مش هخلي ولا مليم ولا دينار الا حاجه فقط للدين اللي علي اروح ادفعه بس، انما لن ابقي اي شيء صلى الله عليه وسلم. لدرجه ان في يوم من الايام جاله واحده جابت له رداء هديه صلى الله عليه وسلم، فلبسه كده ويعني كان محتاج ليه صلى الله عليه وسلم، كان اللبس بتاعه كان قديم فلبسه وفرحان، فواحد من الصحابه قال له يا رسول الله ما اجمله، اكسنيه يا رسول الله، ادوني كده لبسهوني. فقال اجل. فدخل النبي بيته وراح لابس الثوب القديم وراح مطلع له الرداء الايه الجديد. فالصحابه زعلوا، قالوا يعني ما اقبح ما فعلت، انت تعلم ان النبي لا يرد احدا، لا يرد سائلا، وقد اخذه محتاجا اليه، تروح انت تم واخده كانت عبايه، تم واخد العبايه بتاعت النبي عليه السلام. قال له والله العظيم ما اخذتها الا لو كفن بها، والله العظيم انا مش واخدها عشان البسها مكان النبي، معقوله انا يعني ابدي نفسي على النبي؟ لا، ده انا واخدها من ريحه النبي، ولذلك انا استنيت لما البسها، انا ما قلتوش اول ما جات له كده هاتها، لا ده انا سبته يلبسها عشان بقى حاجه كده ايه من بركه النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم، اخدها والبسها يعني يلبسوهاني كده يكفنوني بها. قال الراوي فكانت كفن هذا الرجل، يعني هو قال دي انا اخدتها عشان تكون كفني، وبالفعل كانت كفن هذا الرجل. الشاهد في الموضوع يبقى الخمس الذي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسة أسهم. السهم الأولاني سهم لله ورسوله، والله ورسوله غنيان عن هذا السهم، لكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه ما يكفيه هو وأهل بيت. السهم الثاني لذي القربى كما ورد في الآية، اللي هم قرابة النبي من بني هاشم وبني المطلب، ويستوي في ذلك، ركز معايا بقى، ويستوي في ذلك السهم الغني والفقير والذكر والأنثى، لأن الآية لم تحدد أي واحد من بني المطلب وبني هاشم يقسم فيها الخمس دوت أو الجزء دوت من الخمس الأولاني اللي هو لله ورسوله. الثالث يقسم على اليتامى الذين مات آباؤهم وهم صغار. اليتم في الإنسان يختلف عن اليتم في الحيوان، أعزكم الله. اليتم في الإنسان إن الطفل أو الطفلة يموت أبوه وهو طفل صغير، ده اسمه طفل يتيم. انما لو ماتت امه وابوه عايش ما يبقاش يتيم، على عكس ما الناس فاهمه، يقول لك فلان ده الله يعني الله يصبره يتيم امه ماتت، لا هو مش يتيم، اليتيم هو الذي مات ابوه. في الحيوان بقى ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويحفظنا ويحفظكم ويعزكم جميعا. في الحيوان اليتيم، الحيوان اليتيم هو الذي ماتت امه، لو مات ابوه ما يبقاش يتيم. ليه؟ قال لك لان في الحيوان الموضوع الدنيا مقلوبه. مقلوبه ازاي؟ قال لك الذكر، ولذلك تبص كده في الافلام التسجيليه اللي بيجيب عالم الغابه، خد بالك تلاقي الذكر مثلا ذكر الاسد، ذكر الاسد كده قاعد كده ونايم كده ومستكانيس كده ومبسوط وقاعد ومروق الاناني ومريح العظمتين، وزوجته هي اللي بتجري بره وتصطاد الفرائس وتجيبها له لحد عنده وكل يا زعيم. خد بالك هو بقى ياكل وياكل العيال، بس هو ياكل الاول، يعني حتى الذكر بتاع الاسد يعني هي اللي تجيب له الفريسه ولازم هو ياكل لحد ما يشبع كده ويبقى خلاص تمام، وهي بقى بعد كده تاكل البواقي هي وايه واولادها.
ففي في 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 العالم الحيوان اللي بياتي بالطعام للصغار هي الانثى، ولذلك اذا ماتت الانثى تيتم ايه؟ تيتم الحيوان. يبقى اذا سهم لله ورسوله ده الخمس، خمس الاولاني. احنا قلنا الاربع تخماس بيتقسموا على المجاهدين، انما الخمس الاولاني بيتقسم اربع خمس تخماس: لله ورسوله، ثاني حاجه لذو قربى، ثالث حاجه اليتامى، رابع حاجه المساكين اللي هم الفقراء المحتاجين سواء كانوا برضو ذكورا او اناثا، خامس حاجه ابن السبيل، الانسان اللي انقطع به السبيل في بلد غير بلده. واخد بالك؟ طب هل لابد ان يقسموا بالتساوي؟ يعني الخمس اللي هو لله ورسوله هيقسم لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمس خمس اصناف، هل بيقسموا بالتساوي؟ قال لك لا، حسب رؤيه الحاكم المسلم. يعني السهم الله لله ورسوله الاولاني اللي هو بينفق في مصالح المسلمين اكيد ده هيكون اكبر سهم، لانه بينفق بقى على مصالح المسلمين وتفريش كروباتهم وسداد ديونهم وبناء بيوتهم الى غير ذلك، بيبقى يعني منافع كثيره جدا. ممكن يكون السهم مثلا بتاع اليتامى، محتاجين فلوس كثيره جدا لكثره عدد اليتامى لعدد الذين يقتلوا في الحروب، فمحتاجين، وهكذا لا يقسم بالتساوي. والاربع تخماس الباقيين يتقسموا على المجاهدين، عشان كده سيدنا ابو بكر قال ارضى ما رضيه الله عز وجل لنفسي الا وهو الخمس. ولذلك ابو بكر عند موته اوصى بالخمس فقط، ولم يوصي بالثلث ولا بالربع ولا بالنصف. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لسعد بن ابي وقاص، قال له الثلث والثلث كثير، يعني عايز يقول له من غير ما يحرجه لو حبيت تقلل عن الثلث يبقى افضل. طب ليه يا رسول الله؟ وضح له بقى السبب. قال له إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يعني بيقول له أنت لما تسيب الورثة بتوعك، لما تسيب فلوسك زي ما هم كده، واخد بالك؟ ومثلا ربنا يا رب يرزقهم طول العمر مع حسن العمل، الواحد مات فأولاده ولا الورثة بتوعه كلهم سواء كانوا أولاده سواء كانوا اللي بعد أولاده من أقارب هيورثوا، فلما يورثوا فيغتنوا ويعني لا يحتاجون الى ان يسالوا الناس، وده يقول لي ده اديني لله وحاجه لله والله يبارك فيك محتاجين فقال له افضل، افضل لما تغني الورثه وياخدوا الفلوس ديت بدل ما يتكففوا الناس. يعني انت تنبسط ان انت تروح توصي وتطلع مثلا نص فلوسك او تلتين فلوسك او حتى فلوسك كلها او حتى تلت فلوسك، وبعدين يجي مثلا المبلغ اللي باقي ده ممكن يكون قليل فما يكفيش الورثه فيحتاجوا فيسالوا الناس، لا ده انت افضل لما تسيب الفلوس ديت للورثه ويورثوا ويدعوا لك ويستخدموا المال ده في طاعه ربنا، وانت توصيهم قبل ما تموت يا اولادي انا تركت لكم المال ده استعينوا بيه على طاعه الله سبحانه وتعالى، اوعوا تستخدموا المال في معصيه ربنا، واكتب في وصيتك ان هذا المال الذي تركته لكم لا يستعمل الا في طاعه الله، فان استعملتموه في معصيه الله فانا بريء مما فعلتم. تبرأ نفسك عشان لما الانسان يموت وينزل قبره. قعدت كده من كام يوم والله العظيم يا جماعه تخيلت ان الواحد في قبره، وبعدين تخيلت ان انا نزلت القبر ونسيت اكتب وصيتي. لا تتصوروا الخنقة اللي أنا اتخنقتها، وقمت في حالة فزع من نومي والله لا تتصوروها. خبر أبيض، أنا نزلت قبري ونسيت أوصي زوجتي بالوصية بالميراث ده يتوزع حسب شريعة ربنا، وإن أنا نسيت أقول لها إن الكتب بتاعتي دي تروح لطلبة العلم، ونسيت أقول لها إن الكتب تجيبي كتب من كتبي وتوزعيها على فلان وفلان، ونسيت اقول لها انك تعملي كذا وكذا وكذا، ونسيت ونسيت ونسيت. طب انا دلوقتي في قبري مين يبلغها؟ فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عند راسه. خد بالك مين اللي روى الحديث؟ سيدنا ابن عمر، فبيقول فما بت ليله الا ووصيته مكتوبه عند راسي. وخد بالك من حاجة، الوصية مش لازم تكون وصية لواحد عنده فلوس، ممكن تكون مفلس ما عندكش فلوس، بس توصي بان انت لما تموت ربنا يديك طول العمر يا رب مع حسن العمل، انك لما تموت تدفن تغسل وتكفن ويصلى عليك وتدفن دفن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ان لا تتبعك نائحة ولا يتبعك نار ولا يفعل كذا ولا كذا ولا يحصل اي بدعة في الجنازة بتاعتك، وان لو في قرش فاضلك يتقسم حسب الشريعة، وان كذا وكذا وكذا، وتوصي بكل الوصايا
وتوصيهم بتقوى الله والسمع والطاعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غير ذلك، وتوصيهم بالصلاة وبالحجاب عشان تبرئ ذمتك أمام الله. لو هم عملوا حاجة غلط بعد موتك تبقى أنت برأت ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. فقال له إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. الله بيقول له أنت مستعجل على أن أنت توصي وتطلع فلوسك، ده أنت فلوسك دي لما تصرفها على زوجتك على أولادك على أبوك على أمك حتى على نفسك تاخد أجر. تخيلوا تخيلوا واحد لما أكل نفسه، لما تجيب أكل كده وتاكل وتنوي بأن هذا الطعام يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، الأكل دوت تخيلوا حضراتكم يتحسب صدقة منك على نفسك. طب ليه النبي ذكر هنا كلمة امرأتك؟ ليه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك؟ ليه ما قالوش حتى ما تجعل في أولادك أو أبيك أو أمك أو إخوانك؟ إيه ليه في امرأتك؟ يعني في الغالب الواحد ما بيأكلش زوجته إلا في أثناء المداعبة والملاطفة والهزار والضحك ومثل هذه الأشياء لا يتطرق إليها أن دي فيها طاعة أو أن فيها أمر كده من أمور الآخرة. فإذا كان ده أمر فيه شيء من المباح، شيء من المداعبة، شيء من اللهو والترفيه على الزوجة، ومع ذلك لما تحط اللقمة في فم زوجتك لك بها أجر، لك بها أجر. فمن باب أولى لما تيجي بقى تطعم أمك أو أبوك أو أولادك أو إخواتك أو أي حد من حبايبك يبقى ليك أجر أعظم، واخد بالك؟ يبقى ليك أجر. يعني عايز أقول لك إيه؟ عايز أقول لك إذا كان في أثناء المداعبة وأنت بتأكلها ليك أجر، أمال في غير أثناء المداعبة لو أمك جعانة وبتأكلها هيكون أجرك عامل إزاي؟ خدت بالك؟ عشان كده ذكر الزوجة صلى الله عليه وسلم. ولذلك أي إنسان يفعل أي شيء الأصل في الشيء ده أنه مباح، بس يستحضر في النية نية صالحة كده بفضل الله ياخد ثواب عليها. زي ايه؟ الاكل. انا هاكل يا رب، هاكل ونيتي اتقوى بالطعام ده على طاعة ربنا يبقى الاكل صدقة. انا هشرب بنية ان الشرب ده يعين على طاعة ربنا يبقى الشرب صدقة. انا هنام شوية عشان استعين بشوية النوم دول على طاعة ربنا وعلى قيام الليل يبقى النوم صدقة. انا مثلا واحد يعني عفوا سيأتي زوجته في الحلال من اجل ان يعف زوجته يبقى وفي بضع احدكم صدقة. وخبر حضرتك تعالوا نكمل مع بعض شرح هذا الحديث ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وقبل ما نكمل الحلقة نقول بس أسماء الفائزين في المسابقة بتاعت شرح رياض الصالحين. السؤال اللي فات كان عدد ما عدد علامات الساعة الكبرى، والإجابة عدد علامات الساعة الكبرى 10 علامات. أسماء الفائزين: الفائزة الأولى الأستاذة خديجة محمد أحمد عبد الله، خديجة محمد أحمد عبد الله. والفائز الثاني الأستاذ عمرو عادل عبد الستار محمد، أستاذ عمرو عادل عبد الستار محمد. سؤال الحلقة النهاردة سؤال سهل جدا: من هو الصحابي الذي سمي بذي النورين؟ إن شاء الله مخرجنا الجميل أستاذ أيمن يخلي السؤال على الشاشة والاتصال على الرقم التليفون، أو عفوا إرسال الإجابة على رقم تليفون 010-616-9035. هتبعت اسم حضرتك أو اسم حضرتك، الاسم واسم المحافظة والإجابة، واللي يكسب ارجوكم ما يبعتش مره تانية، لان في ناس كسبت المرات اللي فاتت فوجئت ليتهم بيبعتوا برضه. لا يعني ندي فرصه لغيرنا، ربنا يبارك فيكم، وما تكلفش نفسك وتبعت اكتر من رساله اللي ربنا يقدره هتاخده ان شاء الله. لكن بفاجئ وبيصعب عليا الاقي واحد بعت حوالي 20 رساله ورا بعض، ما تكلفش نفسك ربنا يبارك فيك، هي رساله واحده كافيه. والهاتف زي ما قلنا للمسابقه فقط وليست للاتصال. ربنا يا رب يغنمنا واياكم كل خير. الاثنين اللي فازوا النهاردة إن شاء الله يتوجهوا من بكرة عندهم من يوم الثلاث لحد يوم السبت لمكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر
كل واحد فيهم هياخد موسوعة شرح رياض الصالحين فيها 7 مجلدات كاملة، ربنا ينفعكم بها رب العالمين. نكمل شرح الحديث بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. شوف حرص سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه على أنه نفسه يوصل الخير للناس. يعني هو بنته يقول ما عنديش غير البنت ديت وعندي فلوس كتيرة جدا، فأتصدق بتلتين فلوسي يا رسول الله؟ قالوا لأ كتير. طب النص؟ لأ كتير. طب التلت؟ قال له الثلث، والثلث كثير. هو عايز يعمل خير، ده لمين؟ ده الناس مش قرايبه. يعني عايز اقول لحضرتك حتى لو كانوا قرايبه يعني ما هواش ولاده، يعني بنته خلاص هتاخد، فهو بيقول له هطلع التلتين او النصف او التلت، واخد بالك ليه؟ عشان نفسه يعمل خير، قلبه بيحترق شوقا ان هو يكرم المسلمين اللي حوالين. تخيل بقى، قارن بين هذه الصورة العجيبة الجميلة الرائعة وبين صورة عجيبة جدا حقيت لي أول أمس، أن دكتور طبيب من الأطباء ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين، والله أنا لا أعرفه لكني أدعو له من كل أعماق قلبي. هذا الطبيب بيحكي قصة أن هو في يوم من الأيام هو في الاستقبال في أحد المستشفيات الخاصة، فوجئ بشاب جايب رجل على كرسي متحرك كده وداخل به المستشفى، الرجل شبه يعني إيه خلصان تعبان جدا. وبعدين الشاب ساب الرجل وعمل نفسه بيجيب حاجة وراح سايبه وماشي. فالدكتور عبال ما تدور وبيجيب الدفتر بتاع البيانات عشان يشوف الرجل ده، فجأة لقى الشاب اللي معاه مشي. طيب يحاول يسأل الرجل عن اسمه، الرجل بيتكلم بصعوبة شديدة جدا، بيدوروا له على بطاقة على أي إثبات شخصية، معهوش إثبات شخصية بالمرة. كشفوا عليه وعملوا له تحاليل وأشعاعات، اكتشفوا أن الرجل عنده تسمم في الدم، واكتشفوا أن عنده شلل نصفي. فما كان من الطبيب هذا إلا أن الرجل راح ماسك إيديه وضاغط عليها بإيده اللي بتتحرك لأن النص الثاني ما بيتحركش، فقال له أبوس إيديك ما تسيبنيش كلهم سابوني. فطبعا صعب عليه جدا الرجل ده، كان الواضح أن حد من أولاده عايز يورثه، عايز يخلص منه، فحطوا له سم حاجة زي كده ما تعرفش، لقى عنده تسمم في الدم. أضف إلى ذلك عشان ما حدش يعرف ده مين أصلا، خدوا منه الأوراق بتاعته، البطاقة بتاعته، كل إثباتات معاه عشان محدش يعرف ده فين ولا مين ولا اسمه إيه حتى. وبعدين هم عارفينه مش قادر يتكلم وعارفين إنه تعبان جدا، فبالتالي مش يقدر يدل عليهم، فابنه سابه ورماه في المستشفى ومشي. فرجل بكى وقال للدكتور أرجوك ما تسيبنيش كلهم سابوني. فقال له والله اطمن حاج أنا مش هسيبك. جم يحاولوا يدخلوه المستشفى، مدير المستشفى رفض، قال لا يمكن، واحد مجهول الهوية مش ممكن أدخله المستشفى، لازم أكون عارف اسمه وعنوانه وتفاصيله، ولازم يكون سايب مبلغ في المستشفى. فالدكتور قال له ما تشغلش بالك، يعني اعتبر الحالة دي تبع أنا، وأنا هدفع لك الفلوس اللي أنت عايزها. رجل مسكين واضح أنه تعبان جدا، وبعدين عنده تسمم في الدم وعنده شلل نصفي، ما نقدرش نسيبه حرام. قال له بص ما أقدرش، لا يمكن أستقبله. الطبيب دوت أظن كان اسمه الدكتور إبراهيم، سي إبراهيم إيه أنا مش فاكر، ربنا يحفظه ويبارك في عمره ويكثر من امثاله. ما كان منه الا انه اتصل ببعض الاطباء في مستشفى حكومي، اطباء زمايله، قال لهم ارجوكم عندي حاله كذا كذا وتحاولوا تدخلوها باي طريقه لان المدير عندي رافض يدخل هذا المريض. فالاطباء زمايله قالوا طب تعالوا نجرب ونشوف يعني. فساب الشغل وراح هناك وخدوا في عربيه الاسعاف وراح بيه المستشفى الثانيه، المستشفى الحكومي، عشان يدخلوا باي طريقه. قدر ربنا سبحانه وتعالى جاب بقى الاطباء وجاب بعض الشباب الاطباء الامتياز وكده وكلمهم، هو دكتور كبير وكلمهم قال لهم عشان خاطر ربنا يبارك فيكم اهتموا بيه، وانا هخلص بس العمليات اللي في ايدي وهاجي لكم وهسهر عليه واشوف اللي هو عايزه كله، بس رجاء اهتموا بيه لانه ملوش حد في الدنيا خالص، واولاده رموا كل سابه يعني. فالمهم هو مشي من هنا وراح عشان يخش غرفه العمليات، فجاه لقى طبيب امتياز بيتصل بيه بيقول له الحقني يا دكتور، مدير المستشفى رفض دخول هذا الرجل وانا قلت له اعتبره كانه خالي. طبيب الامتياز بيقول له كده اعتبره كانه خالي، وهو ده تبع الدكتور فلان الفلاني الجراح المعروف و والكلام ده كله، ورجاء والدكتور كمان ساب لي المبلغ ده عشان اديه لحضرتك تحت حساب هذا المريض، بس رجاء ما ترموش. قال له بص ملوش حل عندي غير في الشارع، ما دام مجهول الهويه لا يمكن نستقبله. قال له يعني نسيب راجل يموت؟ قال له يموت مش دعوه. ف يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان مدير المستشفى الحكومي دي راح عمل لطبيب الامتياز شويه محاضر في اسم الشرطه ان هو بيتستر معرفش على ايه، وان هو بيحاول يدخل حاله مجهوله الهويه في المستشفى، وانه بينسب نفسه لواحد ما يعرفوش وبيقول له اعتبره خالي، وانه ولبسه اواطي.
فطبعا الشاب يعني حب يعمل خير، فاتصل بالدكتور قال له الحقني يا دكتور، ده لبسوني قواضي بسبب ان انا حبيت ادخل راجل المستشفى. فما كان من الطبيب الا ان هو اتصل بصديق لي وقال له بس يعني خليك واقف، هروح الحق الشاب ده بدل ما يضيع مستقبله. فدخل على مأمور الاسم مباشره وحكى له القصه. قال له الراجل ولاده سابوه رموه، هنسيبه يموت؟ قال له بص الحنيه والعاطفه والكلام ده كله ملهاش يعني ما مش مكانها هنا يعني. فانا براجل بتكلم في قانون وبتكلم في اوراق، فالحل الوحيد عشان اطلع الشاب ده من القضيه دي تاخد الراجل ده كده هيله بيله وترميه في الشارع قدام المكان اللي جه منه، ده الحل الوحيد عندي. فالطبيب بكى وتاثر جدا، قال له طب انا هتصرف بس ارجوك طلع الشاب ده من المشكله دي. قال له حاضر. طلع الشاب من المشكله وراح الطبيب ماشي في السكه ما هوش عارف يعمل ايه، عمال يقول اتصرف ازاي، يعني انقذ الراجل ده ازاي، محتاج انقذ الراجل، الراجل هيموت ومالوش حد في الدنيا، ومسك في ايده وقال له ارجوك ما تسيبنيش كلهم سابوني. بيقول ورحت المستشفى وانا هموم الدنيا فوق راسي مش عارف اعمل ايه عشان انقذ الراجل المسكين دوت. بيقول له يا دوب وانا داخل المستشفى الحكومي ديت لقيت احدى الممرضات خارجه وبتقول له البقاء لله يا دكتور، الراجل لسه ميت حالا. تخيلوا حضراتكم وصلت بينا يعني اقول ايه قله الرحمه يعني لدرجه لا تخطر على قلب بشر. والله العظيم لما تسمعوا القصه دي انا ما سمعتها تاثرت بيها جدا، ان انسان يوصل بالمرحله ان ولاده ياخدوا منه اوراقه الشخصيه ويسموه ويودوه المستشفى ويرموه علشان يخلصوا منه. يا رب ايه قسوه القلب اللي احنا فيها دي، ايه القسوه دي واحنا بننتظر من ربنا نصره؟ النصره هتيجي منين طول ما الاخلاق بالمنظر ده؟ عقوق الوالدين في الزمن ده شيء يندى له الجبين ورب الكعبه، ده انا بيوصلنا رسائل يعني يشيب له ليها الولدان، رسائل عجيبه. اباء وامهات بيصرخوا، واحده بتقول لي بنتي عملت معاها اللي ما عملتوش مع حد وما شاء الله واجمل حاجه في الدنيا جبتها لها وافضل لبس واحسن مدارس واحسن جامعات، تقول لها في ايه انت بتمن عليا؟ اللي انت بتعمليه ده طبيعي واقل من الطبيعي، هو انت بتعملي امال انت جايبانا ليه؟ مخلفانا عشان تزلينا وعشان مش عارف ايه؟ ما تمنيش عليا، انت ما عملتيش اصلا معايا حاجه. سبحانك يا رب. احنا يعني الجيل بتاعنا يعني كان يعتبر من اواخر الاجيال اللي كانت بتعرف قدر بر الوالدين وصله الارحام. ما اعرفش ليه في الزمن ده قسوه القلوب زادت قوي ومعرفه حقوق الوالدين وصله الارحام والحاجات ديت بقت مستغربه، بقت امر غريب، لدرجه اباء وامهات بيصرخوا ليل ونهار على القسوه اللي شايفينها من اولادهم. انا عايز اقول للشباب الامه ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وبنات الامه يا رب يبارك فيهم جميعا. والله ثم والله كل خير ممكن تجنوه في الدنيا دي كلها وفي الاخره لن يكون الا بعد توحيد ربنا وعباده ربنا ثم بر الوالدين. ولذلك هي الشيء الوحيد اللي ربنا قارنه بتوحيده سبحانه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. قال زي قال ابن عباس ثلاثة أشياء مقرونة بالثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير اختها. شوف قد ايه كم من ضمنها، أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله سبحانه وتعالى ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. ومصداق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. كان أول واحد في الثلاثة دول يا جماعة العاق الوالدين، يعني العاق دوت ممكن يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويعمل كل الخير ده كله، والله ثم والله وأتحمل هذا القسم لا يقبل منه فريضة ولا نافلة إلا إذا كان برا بأبيه وأمه. فخذوا بالكم، خذوا بالكم رفقوا بأمك وأبوك اللي ضحوا عشانك واللي شافوا المر عشان خاطرك واللي انت ما تعرفش هم عملوا ايه عشان يكبروك ويكبروكي، انتوا ما تعرفوش هم شافوا ايه. مش لازم كل اب يقعد يحكي لاولاده هو الذل اللي هو شافه لحد ما كبر ولاده ورباهم، لازم انتوا اللي تقدروا ولازم انتوا اللي تحسوا. نرجع لحديثنا. فقال سعد بن ابي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم اخلف بعض اصحابي، يعني انا جيت مكه بحج معاك يا رسول الله فمرضت هنا في مكه، فهل انا ساخلف في مكه وما ارجعش المدينه بعد ما اصحابي يرجعوا المدينه وابقى انا بعد ما هاجرت من مكه للمدينه ارجع اعيش في مكه مره ثانيه؟ شوف قد ايه وافقد اجر الهجره بتاعي.
فقال له لن تخلف، يعني طمنه، قال له لن تخلف ما تخافش بقى، انت هترجع المدينة مرة أخرى. ثم يعني بشره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ولعلك أن تخلف فحتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ووضح له إنك يعني إنك لن تخلف، يعني أنت حتى لو خلفت في مكة، ده قبلها بقى بيقول له إن حتى لو خلفت في مكة وعملت عملا صالحا، الله سبحانه وتعالى سيأجرك عليه وسيثيبك على هذا العمل، لأن مش المقصود المكان ولا الزمان، المقصود إن أنت تعمل عمل صالح في أي زمان في أي مكان، أنت لو عملت أي عمل صالح في أي مكان ستؤجر عليه. وبعدين قال له ولعلك أن تخلف، وده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبره أنه سيخلف، سيعيش زمانا وينتفع به أناس ويضر به آخرون. قال ولعلك أن تخلف، يعني هتعيش فترة من بعدي، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سعد بن أبي وقاص عاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما وصل لمرحلة الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب، وكان هو قائد معركة القادسية، وحضر فتح العراق، وفتح الله عز وجل به العراق وبلاد أخرى بجوار العراق، وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم، ناس خرجوا جاهدوا معه في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى لما وصلوا إلى نهر دجلة وكان الفرس عندهم سفن وعدوا بالسفن الناحية التانية وهم ما كانش معهم سفن، كما روى ذلك ابن جرير الطبري، فقال لهم إن عزمت على قوم، سعد بن أبي وقاص بيقول الجنود آلاف معاه، قال لهم إن عزمت على أمر، قالوا على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد، قال عزمت على أن أعبر النهر بالخيول، قالوا ونحن معك إن شاء الله. فعبروا النهر وكانوا يتحدثون في النهر كما كانوا يتحدثون في البر، حتى لما رأهم قائد جيوش الفرس قال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن، فكان ذلك سببا في ضعف عزيمة الفرس وفي هزيمة الفرس في معركة القادسية، المعركة العظيمة الكبيرة. فانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم، انتفع في دينهم بأنهم جاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومنهم من استشهد ونال الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومنهم من نال الغنائم فانتفع في دين وفي دنيا، وتضرر به الكفار الذين قتلوا وماتوا ودخلوا نار جهنم في تلك المعارك التي خاضها سعد ابن أبي وقاص. وتولى سعد بن وقاص على العراق واهتدى به أقوام وتضرر به آخرون حينما تولى على الكوفة. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم. الله، يعني يا رب كملها لهم يا رب، يعني استرها معهم وكملها معهم بالستر كده، ان محدش يرجع عن الهجرة بتاعته ويرجع يحن ان هو يعيش في مكة مرة اخرى. ينفع تعيش مكة بعد كده، بعد فتح مكة بقى لما تصبح مكة دار اسلام، انما لحد هذه اللحظة لا، ما ينفعش انك ترجع مكة، لان مكة يعني مش قصده يعني في حجة الوداع، هو قصد النبي عليه السلام ان ما دمت انت خرجت من مكة ورحت المدينة وهاجرت في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى قيمة الدولة الإسلامية في المدينة، فلا ترجع إلى مكة إلا إذا كانت مكة دار إسلام بقى، دار إسلام حبيت ترجع ارجع، إنما قبل ذلك لا ترجع إلى مكة، ومكة أصبحت دار إسلام إلى يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، ولن يكون ذلك إلا بأمرين، أول حاجة ثبتهم على الإيمان، لأن ثبتهم على الإيمان سييسر لهم ثبت على الهجرة، شيء طبيعي. الحاجة الثانية إن محدش فيهم يرجع إلى مكة مرة أخرى. طب ليه يا جماعة؟ قال لك لأن اللي هاجر من مكة إلى المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لو عاد إلى مكة مرة أخرى كان كالذي أنفق مالا وتصدق به ثم عاد في صدقته. خبر أبيض، لأن النبي شبه الموضوع ده في حديث خطير، قال العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. يا خبر أبيض، شوف شبهها تشبيه يعني إنسان يتقزز منه. خد بالك، النبي بيقول لك لو انت تصدقت على واحد وقلت له انا رجعت في الصدقه ادهني مره تانية، قال لك كالكلب اعزك الله يقي يتقيا الاكل اللي في بطنه ثم ياكل الاكل الذي تقياه مره اخرى، فمن منكم يطيق ذلك؟ شوف قد ايه. فعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لك لا، ما دمت هاجرت من مكه المدينه اللهم امضي لاصحاب هجرتهم صلى الله عليه وسلم. شوفوا قد ايه النبي، شوف خوفه على الصحابه، شوف بيدعي لهم ازاي. طب ما كان ممكن يقول الحمد لله هاجروا من مكه الى المدينه، يلا بقى كل واحد بقى يتحمل مسؤوليه نفسه. لا، بيدعي لهم ودعاء مستجاب صلى الله عليه وسلم، هو عارف ان دعاء مستجاب ولا يمكن ان يرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال ولا اللهم امضي لاصحاب هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم، يعني لا تجعلهم ينتكسون عن الايمان عن الايمان فيرتدون مره اخرى الى الكفر. يا خبر ابيض، لان الايمان يا جماعه الخير، الايمان تقدم والكفر تاخر، على عكس ما يقال الان عند العلمانيين والليبراليين الذين يريدون ان يفصلوا الدين عن حياه الناس. ما هو ده منهج العلمانيين، يقول لك فلان علماني ما شاء الله، يقول لك فلان الكاتب العلماني المشهور، فلان الكاتب الليبرالي. هو يعني ايه علماني يعني ايه ليبراليه؟ مختصر دعوه العلمانيين والليبراليين حاجه واحده فقط، مش عايزين دين، مش عايزين اسلام، مش عايزين الاسلام ده، الاسلام ده في المسجد، انما بره المسجد ما يحكمش. هنتكلم في السياسه، استغفر الله، ربنا ملوش في السياسه، حاشا لله، خد بالك ملوش في السياسه، ما يحكمناش بدين. هتقيم دولة ما تكلمنيش عن دين، ما تكلمنيش عن شرع، ما تكلمنيش عن حكم بالإسلام، إنما عايزينها دولة مدنية علمانية ليبرالية مهلبية، قول زي ما أنت عايز تقول، إنما دين لا مش عايزين دين. هم دول العلمانيين، هم دول الليبراليين، يقول لك افصل الدين عن الحياة، خد بالك. ربنا آخر دين في المسجد، نصلي ونعبد ربنا ونقرأ، وإن خرجت بره المسجد الدين ده ارميه وراك، هو دي العلمانية. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. دول بقى بيقولوا ايه؟ بيقولوا لما تيجي تقول لهم مثلا ايه حجاب، يقول لك حجاب يا خبر ابيض، انتوا عايزين ترجعون العهد الجمال؟ يقول له مثلا ايه مثلا تحكيم شرع ربنا، يقول لك تحكيم شرع ربنا، انتوا عايزين ترجعون لعصر التخلف؟ هو ده كلام العلمانيين والليبراليين، اللي يقول لك مصر علمانيه بفطرتها. لا، مصر مش علمانيه بفطرتها، مصر اسلاميه بفطرتها بفضل الله سبحانه وتعالى، وده الاصل في كل دول العالم الاسلامي، انها تكون اسلاميه بفطرتها، وان يعني وان يبقى الا له الخلق والامر، ده ربنا اللي خلقنا، يبقى اللي يؤمر به لابد ان ينفذ، وربنا امرنا ان الحكم الا لله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يبقى الكفر تاخر والايمان هو اللي التقدم، على عكس ما يقال الان ان الكفر هو التقدم. يقول لك شايف الدول الكافره، شايف الدول الاوروبيه، شايف امريكا، شايف التقدم، شايف التمدن، شايف مش شايف الحضاره، واخد بالك، وخصوصا بقى اللي يعيش في الغرب سنوات طويله ويتاثر بافكارهم ويثني على معتقداتهم ويثني على احوالهم وافكارهم، بتبقى مشكله. فبيروح هناك ويرجع بدماغ ممسوحة، خصوصا اللي بيروح بقى بعثات ويتعلم وينقل أفكارهم ويرجع مرة تانية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة. ليه النبي قال كده عن واحد اسمه سعد بن خولة؟ طيب، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة. يبقى هنا النبي بيقول اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم يا رب، كمل لهم هجرتهم يا رب، ما يرجعوش مرة تانية عن الهجرة، خد بالك، ولا تردهم على عقابهم، لا تجعلهم ينتكسون ولا يرتدون عن دينهم أبدا يا رب العالمين. ده دعاء من النبي عليه السلام. لكن بيقول إيه بعد ما يكلم النبي عليه السلام وخلص هو كده خلص، فبعدين افتكر واحد اسمه سعد بن خولة، قال لك لكن البائس سعد بن خولة، يعني عارف زي ما أقول لك مثلا إيه، كل الشباب دول نجحوا ما شاء الله، لكن محمد بن عمر يا خساره سقط، واخد بالك، لكن فلان ابن فلان يا خساره حصل له كذا. فالنبي استثنى بقى، فبيقول انا بدعي لهم، لكن يا خساره في واحد فيهم بقى بعد ما هاجر من مكه الى المدينه رجع تاني عاش في مكه ومات في مكه، بيقول يا خساره. ليه؟ لانه افسد هجرته وسقط الاجر بتاعه. لكن كلمة لكن البائس سعد بن خولة ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يرثي له رسول الله ده مش من كلام النبي، قال أهل العلم هو من كلام سعد بن أبي وقاص بيوضح به كلام النبي، أو من كلام أحد الرواة اللي هو كلام الإمام الزهري رحمه الله رحمة واسعة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر وإن سعد بن خولة عاش في مكة ثم هاجر إلى المدينة ثم عاد إلى مكة مرة أخرى فمات في مكة راغبا مختارا، فسقط أجر هجرته وفقد أجر الهجرة التي لا تتكرر ولا تعوض أبدا على مر الزمان ولا على مر المكان. هذا الحديث في الخمس دقائق الباقيين نحكي بقى بسرعة كده بعض الفوائد من هذا الحديث العظيم، وإن شاء الله الحلقة القادمة نلتقي مع الحديث رقم 8 إن شاء الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث حقيقة فوائد عظيمة جدا، زي ما قلت لحضراتكم أول حاجة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لو حد غاب عنه لازم يسأل عنه صلى الله عليه وسلم، وعلى ان لو حد مرض لابد ان يعوده وان يزوره وان يطمئن عليه. وفي فوائد يا جماعه لما تقراوا بقى في مساله المرض، في فوائد للي بيزور وفي فوائد للمريض نفسه.
المريض يستفيد فوائد معينة من زيارة الناس له، والذي يزور له فوائد يعني عظيمة جدا يستفيد منها بفضل الله سبحانه وتعالى. حاجة تانية منها مشاورة الإنسان لأهل العلم. سعد بن أبي وقاص لما حب إن هو يوصي بفلوسه، لا ما خدش قرار بنفسه، سأل النبي قال له يا رسول الله ما عنديش غير بنت واحدة وعندي فلوس كثيرة وعايز أوصي بالنصف، لا التلتين، التلتين لا النص، لا لا، قال له الثلث، الثلث كثير، خد بالك. ودي بقى حسب الحالة، أنا عايز أشتري بيت مش هروح أستشير واحد شيخ، لا هستشير واحد من بتوع العقارات، عايز أشتري عربية أستشير مهندس ميكانيكي، عايز أعمل كذا أستشير، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واضح كده؟ ولذلك يقال ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. من فوائد الحديث أنه لا يجوز للمريض مرض الموت أن يتصدق أو يوصي بأكثر من الثلث، وقلنا الأفضل يخلي الخمس على رأي سيدنا أبي بكر الصديق حينما قال أرضى ما رضياه الله عز وجل لنفسه، وكما قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، لأن الوصية كالعطية، الوصية اللي انت بتوصيها دي زي العطية، انت لما بتعطي لأولادك على حياتك كده بعض الأشياء يعني فبتعمل بتساوي، واخد بالك. فلا يجوز ان انت توصي أكثر من الثلث ولا تعطي أكثر من الثلث، واضح كده؟ طيب، والأفضل زي ما قلنا أن هي تخليها الخمس. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا كان ماله قليل، عندك فلوس قليلة، إنسان فقير على قدك، متوسط الحال، ما توصيش، خلي المال ده للورثة، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. إن بعض الناس فكرة إن أي واحد هيموت لازم إن هو إيه يكتب الوصية، مش الوصية ليه الوصية اللي النبي قال عنها، لا إن هو يوصي بجزء من ماله، لا مش لازم اي واحد يوصي بجزء من ماله، اللي معاه فلوس كتير اه يوصي بجزء من ماله، يوصي بالثلث والافضل يخليه الخمس، واخد بالك. الا اذا كان في بقى خيرات معينه هيعملها ربنا يقول ان شاء الله، المهم في النهايه يذر ورثته اغنياء علشان ما يتكففوش الناس ولا يسالوا الناس شيئا من بعدي. وبعدين انه ما من انسان، من ضمن فوائد الحديث، ما من انسان يعمل عملا يبتغي به وجه الله الا ازداد به رفعه ودرجه، حتى وان كان العمل ده في مكان لا يحل له البقاء فيه. ذلك النبي لما قال لسعد بن ابي وقاص حتى يعني انك ان وان خلفت يعني فانك لا تعمل عملا الا اجرت عليه، واخد بالك. فلذلك حتى العلماء يقولوا ان القول الراجح ان الانسان لو صلى في ارض مغصوبه فالصلاه صحيحه، لان النهي هنا ليس عن الصلاه وانما عن الغصب نفسه. اخر حاجتين، ان الانسان اذا انفق نفقه يبتغي بها وجه الله يثاب عليه، حتى لو انفق على زوجتي، على اولادي، على امه، على ابي، على نفسي، لو انفقت على نفسك لك الأجر عند الله ولك الثواب إذا احتسبت ذلك عند الله، إن أنا بتقوى بالطعام ده على طاعتك يا رب، إن أنا بتقوى بلبس لبس نظيف جديد عشان أتقوى به على عبادتك يا رب العالمين. آخر حاجة، إن الإنسان ينبغي أن يستحضر نية التقرب إلى الله في كل ما ينفقه، سواء كان من ماله أو من وقته أو من صحته أو من عافيته أو حتى من مشورته أو من نصيحته أو من دعوته أو من أي شيء بتقدمه، أي شيء تقدمه، أي شيء تنفقه من وقتك، من صحتك، من جهدك، من علمك، من مالك، لابد أن تنوي به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى تثاب على ذلك. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يفرج هم المسلمين في كل مكان. اللهم فرج همنا في مصر يا رب، اللهم فرج عنا الهم والكرب الذي نحن فيه يا رب العالمين، اللهم فرج هم إخواننا في ليبيا، وفرج همنا في مصر، وفرج هم إخواننا في فلسطين، واحفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود الأنجاس، واحفظ يا رب فلسطين يا رب العالمين، واحفظ إخواننا في سوريا يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، وفرج كرب إخواننا في العراق، وفرج كرب إخواننا في اليمن يا رب العالمين، وفرج كرب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.